يعني أول يوم قالت بدي شروع المدرسة. ليش عبد كانت لنا على إنه دفتر فلان غايب ودفتر مش لكي وممزوع. وطلعي ما حكي لها أنا المعلمة إنها الجيش عملنا هي واحد اثنين ثلاث. في الشهر نفس الشهر ثلاث مرات اجت ما خلوا هذا المطبخ والله وهذا شوف قديش في عندنا جوا واعي وكل هذا كله بضروا لي يا برا بيضروا هيك على بعض البعض. يعني تخريب شغل تخريب شغل تخريب مشان نزهق وندشر ونروح. يعني هاي البنت الطفلة هذا البكرين هذول راح علينا امتحانات راح علينا كراي كثير لانهم كتبهم شكفوهن وخلطوهن في بعضهم البعض وما وبعد ما بدشروا ايش بتعملي؟ بقعد ارتب بقعد اسبوع وانا ارتب واعزل الغسيل من بعض البعض بري ولواعي وارتب وخلط زين وضع وانا اكثر من اسبوعين وانا تامني ارجع لواعي زي ما هن. بالنسبه احنا لنا يعني شايفينها احنا مطريحين ومبسوطينها يعني احنا بنروح يوم في البلد يعني نطمون من الذايق. ليش؟ بس يعني تريح جسمي هان خلص سارعين الحمد لله كل شيء عندنا وبعيدين عن الناس. لا هذا كان لا كلت ولا كان ولا شيء مريحين رصنا في بعضنا البعض وقاعدين ومطريحين. البعد هذا حلو يعني فيش احلى من الهدات البال وبعيدين عن الناس توجعش راسك من حدا مره. انا بحب اربيهم في هنا وظلوا مبسوطين واحنا قلوبنا متريحات ومش يظلوا مقطوعات من الخوف. احنا بدنا الامن يعني الواحد يظل قاعد ومريح راسه.